هاي، كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الحمل، راح أحاول أحكي فيها عن الأحوال العاطفية لإلك كبرج الحمل، وكذلك راح أتحدث عن العذاب. راح نشوف شو بخبئ لهم. أوكي، للتنويه فقط، على أنه هذه القراءة تنطبق على برج الشمس قمري طالع، وفي إمكانية أنه تكون قراءة عكسية. بداية يا برج الحمل، عم شوفك كأنه مبتعد عن الحبيب، مهتم لكل ما يتعلق بالعمل، نجاحك العملي. عم شوفك ممكن تترصد هذا الإنسان عن بعيد وشايل بقلبك تجاهه، بس بذات الوقت مهتم لكل ما يتعلق بالعمل ونجاحك العملي يا برج الحمل. أوكي، عم شوفك عندك رغبة داخلية انه تحقق توازن فيما يتعلق بالعمل وكذلك حتى العلاقات، بس عم شوف انه العمل بيمشي معك احسن من العلاقات بالوقت الراهن. عم شوف كذلك طاقة الحبيب حاليا كأنه يعني يعيش سعادة مع العائلة، يعني مرتاح مع العائلة. ممكن في يعني في غضون هذه الأزمة تبع كورونا، هذا الإنسان عم يعيش مع عائلته في لمة، في جمع، في سعادة بالبيت. أوكي، بس من جوة قلبه عم شوفه عم يشتاق لإلك يا برج الحمل، عم ينتظرك، وعم شوفه كذلك موجوع القلب. ليش ابتعدت عنه وليش تركته؟ أوكي، كتير عم شوفه عم يقاوم مشاعره، عم يقاوم حنينه لإلك. في كتير حنين تجاهك، أوكي، لأنه عم تطلع طاقة سترونج أو ورقة القوة، بتعني أنه هذا الإنسان عم يقاوم وعم يقاوم مشاعره تجاهك. وكذلك عم شوفه لهذا الإنسان ممكن يكون من برج الجدي، العقرب، الجوزاء، والميزان، ممكن كذلك حتى يكون الثور. يعني تقريبا عم شوف كل الطاقات هي، يعني هذه القراءة ممزوجة بين عدة طاقات ترابية، هوائية، مائية، ونارية، يعني تقريبا كل الطاقات. اوكي، عم شوفه كذلك لهذا الشخص، ممكن إنسان كتير ناجح ماديا، وشخص بحب الترف وبحب إنه يكون يعني عايش بمستوى جميل. أوكي، هذا الشخص ممكن يكون كذلك من برج الثور أو الأبراج التي هي محكومة من كوكب الزهرة. الأبراج المحكومة من كوكب الزهرة بيغلب عليها طاقة الجمال أو طاقة حب الرفاهية. أوكي، هذا الإنسان هيك عم شوفه، بحب إنه يكون بيعيش بمستوى من الرفاهية كتير عالي. بحسه كذلك لهذا الشخص بيشوفك على أنه أنت من مسببات السعادة لإله. ممكن يريد طلب السماح منك إذا في كان خصامات وابتعاد، وعم شوفه إذا كنتم متزوجين يريد رجعتك للبيت. أوكي، عم شوفه لهذا الشخص بالوقت الحالي لا يبدي مشاعر كتير قوية تجاهك. عم شوفه كذلك لهذا الشخص كتير بحبك. أوكي، هذا الإنسان بحبك وكذلك أنت بتحبه، بس طريقة حبكم لبعض كتير مختلفة. هو بحبك بشكل مثلا بحب الكلام الرومانسي، بحب الكلام الجميل، بحب الهدايا، بحب الترف، بحب هيك أشياء، بحب أنه الحب يعبر بهذه الأشياء، بس أنت تختلف عنه. أنت مثلا بتحب أنه يكون الحب بشكل حسي اكثر، اوكي، انه يكون معك، انه تحسه بالمواقف معك. كذلك انت ممكن بتحب انه يكون جسديا معك. اوكي، ممكن للبعض، بقول للبعض، اوكي، بحب انه يكون بعلاقة جسدية معه. وكذلك عم شوف اذا ما كانت هذه الحالة، انت تريد ان يكون معك
فعليا معك، يعني جسديا وروحيا وكل كل الأشياء. أوكي، بحب بشوف كذلك على أنه أنت شخصية متملكة، شخصية بتغار كتير، وشخصية بدك أنه تستحوذ على هذا الإنسان، بتحسه كأنه هو لإلي، ما عنده يعني، يعني حاول تمتلكه لهذا الإنسان. لهيك عم شوف مشاعرك تجاه هذا الإنسان عم تمر بمشاعر ملخبطة شوي، بتغار كتير على هذا الإنسان، وعندك مشاعر كتير قوية. أوكي، متملك أنت كتير بالعلاقة لهذا الشخص. عم شوف كذلك على أنه أنت بدك عودة هذا الإنسان، ممكن أنت الذي بشوفك عم تخطي خطوة تجاه هذا الإنسان، بدك إنه يرجع هذا الإنسان لحياتك، وكذلك هو بده يرجع لحياتك، بس عم شوفه هو شوي ما عنده هذه القدرة تبعك يا برج الحمل. أنت إذا بتحب يعني بتحب من قلبك، وكذلك أنت منك من الأشخاص اللي مثلاً بتخاف تبين حبك، أنت من الأشخاص اللي عم تجاهر بحبك للإنسان. إذا بتحب بتحب، وإذا ما عندك يعني ما عندك أنصاف الحلول، أنت من الأشخاص اللي عندك وجه واحد. أوكي، لهيك عم شوفك عم تبادر بالعلاقة، أو عم تبادر بالصلح أنت أكثر من هذا الإنسان، عم شوف كذلك ممكن هذه المبادرة اللي رح تعملها يا برج الحمل ممكن ما تتكلل بالنجاح، ممكن تتكلموا ويصير في نزاعات وفي كلام قاسي بيناتكم. اوكي، عم شوف كأنه رح تتنازعوا ورح يكون في كلام جارح او كلام قاسي، ممكن ما تتفاهموا، او ممكن انت شوي رح تتكبر على هذا الانسان. اوكي، لانه عم شوف في ايجو كتير عالي، في كرامة كتير عالية. ممكن انت رح ترجع لهذا الانسان، او رح تخطو خطوة لهذا الانسان، بس ممكن لانه الحمل عنده كرامة كتير عالية، ممكن تحكيها له بكلام شوي فيه نوع من الكبر، ويكون ردة فعله يعني مخالفة، او ردة فعله كتير مش إيجابية، ويكون في خصامات، لأنه عم شوفكم عم تراقبوا بعض، وفي كلمة ابتعدتوا عن بعض، في كلمة يعني صار عندكم، تولد عندكم داخليا نوع من العتب على هذا الشخص. أوكي، عم شوف يعني تقريبا المستقبل العلاقة، عم شوف رح ترجعوا مع بعض. اوكي، ورح يكون في خصامات، ورح تفترقوا وتبتعدوا عن بعض بنفس الوقت. اوكي، ما عم شوف انه في رجعة طويلة وتصليح للامور. اوكي، عم شوفكم رح ينشب يعني مشاكل جديدة. اوكي، ممكن المشاكل اللي رح تنشب او رح تبدأ رح تكون تتعلق بعلاقة ثلاثية، ممكن فكرة الاهتمام، كل واحد رح يعاتب الآخر على عدم اهتمامه بالعلاقة، أو عدم اهتمامه بالشريك، خاصة أنت يا برج الحمل عم شوفك عم تعاتبه لهذا الإنسان، ليش ما عم تهتم فيني، ليش ما عم تعطيني أولوياتك، عندك عتب كتير كبير على هذا الإنسان. كذلك عم شوف بهذه الورقة على أنه أنت مستعد جدا لتطلب السماح من البارتنر تبعك، الشريك الرومانسي لإلك. أوكي، لهيك أنا عم شوفك أنت اللي رح تخطو خطوات تجاه هذا الإنسان. بالنسبة ل عندك مخاوف أنه في rejection، في رفض لعلاقتك أو رفض لطلبك، عم شوف في تخوف من تخوف من الرفض. اوكي، انه يرفضك هذا الانسان. اوكي، ممكن انت طريقتك، انا عم شوف بصراحة طريقتك بالرجعة او بطلب السماح
كانت شوي هيك رح تكون شوي فيها نوع من يعني الكرامة، رح تحشر كرامتك بالنص، والإنسان الآخر ممكن رح تكون ردة فعله اللي هي شوي فيها مشاكل وصراعات وهيك يعني. أوكي، عم شوف على أنه هذا الإنسان بينتظر أنه ترجع لإله، في طاقة أنه هذا الإنسان بده ترجع لإله ويريد أن ترجعه لحياتك، بس ممكن طريقتك بتصليح الأمور رح تكون مش جيدة. أوكي، بيقول لك أنه لازم تظهر حقيقتك أنت. أوكي، لازم تظهر للعالم من أنت أو حقيقة نفسك. أوكي، كتير ناس عم تفكر على أنه برج الحمل برج قاسي، وبرج الحمل شخصية صعبة وكذا. لا، برج الحمل أطيب من قلبه ما فيه. أوكي، وأنت عم تظهر للناس أنه شخصيتك قاسية، أنه شخصيتك صعبة، ممكن أنت ردات فعلك أو كلامك أوقات عم يكون حاد، بس الناس عم تاخد صورة على أنه أنت شخصية حادة وشخصية صعبة، بس حقيقة أنت أطيب منك ما في. أوكي، لهيك أنت بيطلب منك الورق أنه تحاول تبين شخصيتك الحقيقية، شخصيتك الطيبة، روحك المرحي، حاول تبين هذه الأشياء عشان يتفهم هذا الإنسان ويتفهم وياخد الصورة الحقيقية تبعك، لأنه عم شوف واخد صورة مش حقيقية عنك. أوكي، ممكن أنت تتعامل كذلك مع برج الدلو. بالنسبة للعزاب، عم شوفهم اهتماماتهم بالحياة بهذا الوقت بالعلاقات. اوكي، عم شوفكم مهتمين كتير بالعلاقات ومهتمين بشخص ممكن يكون برج الثور او يكون برج الحمل، بس ممكن مهتمين بالعلاقات وبدكم علاقات من جوا، بس ما عم شوفكم عم تخطوا خطوات للتعرف مثلا على اشخاص. ممكن عم شوفكم واخدين الأمر على أنه إذا بحبنا شخص رح يتقدم لإلنا أو ممكن يعمل خطوة لإلنا. أوكي، مش خطأ أبدا، بس ممكن عندكم رغبة كتير عالية تجاه أنه تتعرفوا على شخص جديد بحياتكم. بالوقت الراهن ممكن في رجعة أحد من الماضي، ممكن يكون برج الميزان أو برج السرطان. هذا الإنسان ممكن رح يريد الرجعة أو يريد تصليح الأمور. عم شوف أنا في كارما رح تتحقق. الكارما مو بالضبط أنه يكون تكون سلبية أو إيجابية، الكارما هدفها الأساسي أنه تتعلم درس، أنه تاخد درس بالحياة. مثلا رجعت هذا الإنسان اجت لتحقيق مثلا كارما معينة، انه تصلح امور بالعلاقة وتصلح امور بشخصيتك او بالعلاقة اللي انت رح تحكي معه او مع الانسان اللي انت رح تحكي معه. عم شوف في تصليح امور كانت عالقة بالماضي رح ترجع للسطح لتصلحوها من جديد. اوكي، عم شوف كذلك على انه عم شوف على انه يا عندكم في احتماليتين. اوكي، في بعض منكم ما رح ينجح بتصليح هذه الامور او هذه الكارما، ورح يكون في خسارة وفي ابتعاد كذلك، وللبعض منكم عم شوف في تصليح للامور وفي بداية جديدة وفي كأنه في يعني رح توقدوا في شعلة الحب من جديد. اوكي، عم شوف انه طاقة الحمل بهذا الوقت كتير فيها باشن وفيها رغبة وفيها شغف كتير عالي، لانه عم شوفك بهذا الوقت عم تحس بحنين لهذا الانسان، عم شوفكم عم تحبوا بعض. اوكي، بالنسبة للحياة العملية باخد بس ورقتين لحكي
تحكي على الطاقة التي ستشمل برج ماي شهر ماي. عم حسك يا برج الحمال على انه انت لساتك مهتم بعملك ولا طموحاتك، وعم شوفك عم ترمم اشياء كتير كانت عالقة ولسات عالقة، ما عم شوف في شيء جديد بحياتك. عم شوف انه الروتين رح يعيد حاله، بس يعني اذا اشتغلت على ترميم او تصليح الاشياء العالقة بالعمل بالكارير تبعك، عم شوف انه سيثمر نجاحك العملي ورح يكون في مستقبل جيد للعمل، اوكي؟ لنجاحك العملي، اوكي؟ هيدا كل شيء بالنسبة لبرج الحمل، بتمنى